بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أقيم حفل أحلامنا الجميلة. بدي أوصل للمجتمع أنه عندهم قدرات كتير حلوة وكتير هائلة، وبأي مجال ممكن إذا نحن ساعدناهم وقدمنا لهم الدعم بيقدروا يبدعوا. بالأولمبياد أبدعوا، بالموسيقى أبدعوا، بالمسرح أبدعوا، بصناعة الصابون والكريمات أبدعوا، وهلأ بالبتيفور عم نجهزه والجاتو كمان عم يبدعوا. يعني صراحة نحن أولادنا بينقصها الدعم، فقط دعموهم وشوف شو بيطلعوا منهم. هي التجربة كانت هي تجربة استثنائية، كون التعامل مع شخصيات يعني العلاقة بمتلازمة الداون، طبعا في لهم خصوصية كونهم يعني، وطبعا بخلال هذا العمل نحن بنلقي الضوء على كيفية التعامل معهم وكيفية دمجهم بالمجتمع، لأنه هن بيمتلكوا الحياة مهارات عالية وعندهم قدرات كتير مهمة جدا، بحاجة بس كيفية نحن أنه ننميها وأنه نعتني فيها ونساعدهم أن يكونوا بهذا المجتمع نافعين ويقدموا قدراتهم بطريقة يعني مدهشة، ممكن تدهش الحقيقة المجتمع وتدهش الناس وتدهش ناس كثيرين هن ما عندهم فكرة على هذا النوع. عرض مسرحي مميز شهده مسرح الحمراء بدمشق من تنظيم جمعية بيت العائلة، جسد فيه أطفال متلازمة الحب دور البطولة، كما أتاح العرض للأطفال تقديم حالات مختلفة حسب هواياتهم. دورنا بالجمعية بنحاول تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين مميزين، يتأهلوا ويتدربوا مثل أقرانهم بالمجتمع وياخذوا كتب مدرسية ويتعلموا ويقروا ويكتبوا، وهن عندهم بالجمعية مؤهلات إنه يشاركوا بالأولمبيات الخاصة، وشاركوا وسافروا على عدة دول من خلال الأولمبيات الخاص، بسفر لأبو ظبي، الإمارات، لبنان، أمريكا، رفق أثقال، جيدو، أيكيدو، وفي كتير نشاطات تانية بيعملوها مثل رسم، فنون، تمثيل. فهي أو تاني عرض مسرحي هن بيتميزوا فيه، بيتدربوا من خلال المخرج الأستاذ زهير البقاعي. كل ما عم يحسوا حالهم إنه هن عملوا شيء جديد وإنه هن بيحسنوا بيطلع بإيدهم يساووا المستحيل. العرض محاولة لدمج هؤلاء الأطفال بالمجتمع وإعطاء فرصة جديدة لهم لاكتشاف هواياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.